بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم وين ما كنتم. أخبار الترجي الرياضي التونسي اليوم: فاندنبروك يتهم سعد بقير، رحلة عادية للترجي إلى لوبومباتشي وهذا موعد السفر. الجلسة العامة للترجي، هذا هو الموعد وبقية التفاصيل. أجرى المدرب البلجيكي زفين فان دي بروك حوار صحفي لموقع وين وين القطري، وصرح أن نجم خط وسط فريق أبها السعودي سعد بقير قد يكون وراء تعطل صفقة انتقاله للإشراف على تدريب الترجي الرياضي التونسي خلال الفترة القادمة. تم تداول اسم البلجيكي في الأيام الأخيرة، حيث تم التأكيد بأن رغبة الفريق التونسي في استخدام فان دي بروك تأتي بسبب تجاربه العديدة ودرايته بالكرة الإفريقية والعربية. وعلق المدرب على انتشار خبر اقترابه من العودة إلى الملاعب من بوابة شيخ الأندية التونسية، وقال: لا أريد الحديث كثيرا عن موضوع إمكانية تدريب فريق الترجي، أعتقد أن الوضعية أصبحت معقدة وحساسة للغاية حاليا، كانت هناك محاولة لا أكثر ولا يمكن القول أنها مفاوضات. وبسؤاله عن مدى صحة الأخبار التي تشير إلى تدخل سعد بقير لإفشال صفقة تعاقده مع الترجي، رد المدرب الأسبق لفريق الوداد المغربي بقوله: أعتقد أن ذلك وارد جدا، ربما لأني تركته على مقاعد البدلاء خلال فترة إشرافي على تدريب أبها السعودي. يذكر أن فان دي بروك خاض آخر تجربة تدريبية مع فريق شباب بالوزداد قبل أن يصدر النادي الجزائري الأحد 8 أكتوبر بيانا رسميا يؤكد خلاله فسخ عقد مدربه بالتراضي، وذلك بسبب عدم توافق وجهات النظر بين الطرفين. في موضوع آخر، وبالحديث على مباراة الترجي ومازيمبي الكونغولي لحساب الدور الربع النهائي لمسابقة الدور الإفريقي، يسافر الترجي إلى لوبومباتشي يوم 19 أكتوبر 2023 في رحلة عادية استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم 21 أكتوبر في ذهاب ربع نهائي الدور الإفريقي. وينتظر أن يعود ياسين مرياح من اليابان بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي، وسيكون متواجد مع الوفد. من جهة أخرى، أعلن الترجي الرياضي التونسي في بلاغ عن موعد الجلسة العامة العادية الخاصة بالموسم الرياضي الفارط 2022-2023 يوم الجمعة 17 نوفمبر على الساعة 4 عصرا بنزل رمادا بقمرت، وسيتم خلال الجلسة مناقشة التقرير المالي والأدبي، على أن تنطلق عملية ترويج اشتراكات المشاركة في أشغال الجلسة في نفس اليوم على الساعة 2:30 عصرا بردهة النزل. وفي حال عدم اكتمال نصاب الأطراف المشاركة في الجلسة، فإنه سيتم عقد جلسة عامة عادية ثانية بعدها بساعة، أي في تمام الساعة 5 مساء بغض النظر عن عدد المشتركين. إذن متابعين الكرام، متابعي بكام سبور، هذه آخر الأخبار اللي تخص الترجي الرياضي التونسي، المدرب البلجيكي فان دي بروك، ويعني تصريحه المفاجئ بصراحة، تصريح يعني اتهم فيه سعد بقير بصفة غير مباشرة على أنه هو سبب تعطيل صفقة انتقاله إلى الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله يخبر هذا يطلع صحيح، وإن شاء الله سعد بقير يكون عنده دور في هذا الموضوع، لأنه بصراحة منعنا من مدرب كارثة ومدرب فاشل. نعاود ونقولها ونشد صحيح في كلامي، مدرب ما هو مش يضيف حتى شيء للترجي الرياضي التونسي. وبعد البلاغ الأخير لإدارة الترجي اللي قالت أنه يعني قاعدين يتفاوضوا مع عديد الأسماء، حاليا طارق ثابت هو اللي بيش يشرف في يعني على مباراة الفريق ضد مازيمبي الكونغولي، وبعد النتيجة متاع المباراتين هذم سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد. ربما يواصل طارق ثابت المهمة، مهمة تدريب الفريق إلى نهاية الموسم. كل شيء وارد، كل شيء ممكن، نتبعوا إن شاء الله الأخبار هذه في وقتها. شكرا لكم متابعين الكرام على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.